عالم النفس الأمريكي روبرت سترينبرغ بيقول إنه الحب الحقيقي بيقوم على 3 مجالات: مجال عاطفي بيتمثل بالمشاعر اتجاه الشريك، ومجال معرفي بيتمثل بالالتزام اتجاه الشريك، ومجال جسدي بيتمثل بالانجذاب اتجاه الشريك. وهي المجالات الثلاثة بتشكل نظرية مثلث الحب، وبناء على هي النظرية بيظهر عنا 7 أنواع مختلفة للعلاقات. رقم 1، الملاطفة، هي علاقة قائمة على المشاعر فقط، وبيغيب عنا الانجذاب الجسدي والالتزام الحقيقي. رقم 2، حب الهيام، علاقة قائمة فقط على الانجذاب الجسدي، وبيغيب عنا الالتزام والمشاعر العاطفية. رقم 3، الحب الفارغ، وهي علاقة قائمة فقط على الالتزام وما فيها أي مشاعر عاطفية أو انجذاب جسدي. رقم 4، الحب الرومانسي، وهذا النوع بيقوم على المشاعر العاطفية والانجذاب الجسدي لكن ما فيها أي التزام جدي. رقم 5، الحب الرفاقي، علاقة فيها مشاعر حب وفيها التزام لكن ما فيها أي انجذاب جسدي. رقم 6، الحب الأحمق، علاقة فيها التزام وانجذاب جسدي لكن ما فيها أي مشاعر عاطفية. أما رقم 7، فهو الحب الكامل، وبهي العلاقة كل المكونات حاضرة، وهي هي علاقة الحب الناجحة بحسب نظرية مثلث الحب. أكيد ما فينا نحصر كلمة كبيرة ومتشعبة مثل الحب بإطارات نظرية، لكن مهم أحياناً ننظر لعلاقاتنا ونصنفها ونعرف وين نحن بكل علاقة. تحياتي.